عمليات التغذية العلاجية في مستشفى لطيفة متابعة حالات الأطفال الخدج في قسم العناية المركزة لأطفال الخدج وحديثي الولادة. يتم متابعة أطفال الخدج منذ الولادة بالتعاون مع الطاقم الطبي من خلال اليوم الأول، نشوف أول يوم الثاني تقريبا بمجرد ما يحول الطبيب للطفل يتم تقييم الحالة التغذوية للطفل ومتابعته باستمرار بحيث السعرات الحرارية، زيادة الوزن وخلال فترة إقامتهم في المستشفى. بالنسبة لعيادة الحوامل، معظم الحالات اللي نشوفها تكون سكري سواء كان النوع الثاني أو مرات يكون النوع الأول حتى، أو سكر الحمل. طبعا الكل نوع يكون نظام غذائي خاص فيه. ممكن نشوف طبعا إذا مثلا كانت يعتمد إذا مثلا كانت حامل بتوأم احتياجاتها تكون غير عن الطفل لما يكون طفل واحد. الحالات الثانية تكون مثلا ارتفاع ضغط الدم أو مثلا عندنا الأنيميا، مرات البي ام اي أو مؤشر كتلة الجسم يكون أكثر عن المعدل الطبيعي. فكل هالأمور لازم تتخذ لها الإجراء المناسب من حيث التغذية ونهتم في تغذية المريضة بحالها.